هنتكلم النهاردة عن الستروك وعن الكورونا ارتر ديزيز. يعني ايه ستروك؟ يعني ميديكال كونديشن يحصل فيها بور بلاد سبلاي للبرين ليدنج تو سيل ديس، يعني الدم اللي هيوصل للمخ هيقل، فبالتالي خلايا المخ هتموت. طب ايه التايبس بتاع الستروك؟ يعني ايه انواع الستروك؟ عندي اسكيميك ستروك وهيموراجيك ستروك. اسكيميك ستروك يعني البلاد اللي رايح للبرين قل. طب هيموراجيك يعني حصل بليدنج من البلاد فيزلز ده في حتت، فبالتالي الدم اللي هيروح للحتة دي هيقل. يبقى التايبس اسكيميك ستروك وهيموراجيك ستروك. طب السيمتوم والساين بتاعت الستروك يعني ايه؟ يعني الاعراض اللي هتيجي على العيان لما هيحصل له ستروك تعتمد على ايه؟ تعتمد على الحته اللي في البرين اللي حصل فيها انسلت، يعني الحته اللي في المخ اللي هيحصل فيها اللي هيقل فيها البلاد سبلاي للحته دي هي اللي هتحصل مشكله. انا عندي المخ ده متقسم الى مناطق، يعني ارياز، كل اريا بتتحكم في فانكشن معينه، بتتحكم في وظيفه معينه. يعني لو جت في الحته بتاعه الحركه بالتالي مش هيقدر يحرك ممكن ايد او رجل او جنب كامل او الاربع اطراف. طب لو جت في الحته بتاعه الكلام يبقى عنده ان ابيليتي اوف سبيكنج. جت في الحته بتاعه الفيجن يعني جت في الحته بتاعه الرؤيه، فبالتالي مش هينفع يشوف. عندنا حاجه بتحصل ما بين انها تبقى استابليش ستروك او ان العيان يبقى ما بيجيلوش سيمتوم، اسمها تي اي، يعني ترانزيانت اسكيميك اتاك. يعني اتاكس بتحصل لمده اقل من ساعتين، يعني الاعراض دي تيجي تقعد اقل من ساعتين وبعدين تروح خالص. لما العيان هيجيله ستروك ايه ممكن المضاعفات اللي يجيله؟ زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في المانجمنت بتاع الانكونشس بيشنت، يعني العيان اللي هو انكونشس ايه اللي هيحصل له؟ العيان ده ممكن يجيله انكونتيننس يورين وستول، فبالتالي هيبقى لوس بلادر كنترول وريكتال كنترول. ايه تاني؟ ممكن يجيله نموني او يجيله دي في تي او يجيله بالمري امبوليزم او يجيله بيت سورس زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. طب ايه الكوزز بتاعت الاستروك؟ انا عندي الحاجات العاديه اللي بتعمل ديفيوز اذروسكلوز، يعني الحاجات اللي بتعمل تصلب شرايين اللي هم هايبرتنشن او السموكينج او الاوبيستي او العيان عنده هايبر كوليستيريم يعني الكوليسترول بتاعه عالي، او العيان دايابيتك، او كان عنده حاجه على مستوى ضربات القلب فيها اختلال اللي هي ضربات قلب غير منتظمه اللي اسمها اترا فايبريليشن. طب عشان اشخص ان العيان ده عنده ستروك هعمل له سي تي برين او ام ار اي. طيب ده لما اتكلمنا عن الاستروك، يعني مشكلة في البلاد فيزلز بتاعة البرين أو اللي هو الكاروتيد أرتري أو الفرتبرو بازلر، يعني الدورة الدموية بتاعة المخ. طب لو على مستوى الدورة الدموية بتاعة القلب، القلب ده بيتغذى من شريان اسمه الكوروناري، تمام. لما الكوروناري ده هيضيق فالدم مش هيوصل للقلب كويس، فالعاني ما عنده ما يسمى تحت اسكيميك هارت ديزيز أو الأكوت كورونري سيندروم. الأكوت كورونري سيندروم ده ايه الانواع بتاعته؟ بيشمل ايه؟ عندي حاجه اسمها ستيبل انجينا او ان ستيبل انجينا او مايوكاردال انفاركشن، يعني ذبحه صدريه مستقره وذبحه صدريه غير مستقره او جلطه في القلب. طب السيمتوم العيان ده بيشتكي من ايه؟ العيان ده هيجي يشتكي من شيست بين. شيست بين يعني ايه؟ يعني وجع في الصدر. طبيعته لازم انا هبعرفها من العيان. العيان ده بيشتكي من شارب او لاسينيتنج او ديفيوز شيست بين من انتيرو شيست وول او على البريكورديوم كله، يعني ديفوز بريكورديوم يعني في كل الصدر من قدام بيسمع، يعني رادييتنج للشولدر او الارم او الباك او النك او الجو، يعني بيجي في الصدر من قدام ويسمع في المناطق اللي احنا اتكلمنا عليها دي، في الكتف حتى الكتف الشمال مش اليمين، او في دراعه او في ظهره من ورا او في رقبته او في الفك، ومعاه كرشة نفس. طب ايه الاسباب؟ نفس الاسباب بتاعت الديفوس اسس كروز اللي هي بتعمل الاستروك، يعني الهايبرتنشن والسموكينج يعني الضغط العالي والتدخين والاوبستي والهاي كوليسترول والدايابيتس، هم نفس الاسباب. طب لو عايز اشخصه هعمل له اي سي جي يعني رسم قلب، او هعمل له ايكو اللي هي موجات صوتيه على القلب، او هعمل له قسطره اللي هي كورونا انجيوجرافي. بتاع الستروك أو أي نوع الستروك، عندي ستروك أو جراحة ستروك،
بروبلم ده عندي كان اندر ستاندنج للتيم او للتيم اللي عايز يتقابل مثلا او مش قابل مثلا، او عندي ديزنس مجرد دوخه، او عندي ليك ديزنس بتتغلب على نفسها. طب لو الاعراض دي حصلت ما استمرتش وقعدت مده اقل من ساعتين، دي اسمها ترانزنت سيستم الاساس، يعني حاجه ترانزنت يعني حاجه مؤقته. فبالتالي لو انا عالجت العيان دوت وحطيت له الاسباب بتاعته كل ده الفرق فيه بتبقى مستمره. فالترانزنت سيستم الاساس مهمه عشان لما انا منحى العيان ده ما يجيليش ايه اصابه كده. طب ايه اللونج تيرم كومبليكيشن اللي ممكن تحصل؟ يعني ايه المضاعفات اللي بتحصل لما عندي جيني ستروك؟ ممكن يجيله نمونيا اللي هو الاسهال الرئوي، او يجيله انفكشن في الرئه، يعني الاثنين بتجيب عليه. طب ايه الادويه اللي بتحصل للستروك؟ انا عايز عندي اكسبلوز على مستوى البلد ريزم، يعني عندي خالص مخلص، فبالتالي العيان اللي عندهم هاي بلد بريشر او هاي بلد بريشر هم العيان اللي عندهم ضغط، العيان اللي بيجي معدل السمنه او السموكينج، العيان اللي بيدخنوا، او العيان اللي عندهم هاي بلد كوليسترول اللي هم كوليسترول عالي جدا، او العيان اللي عندهم دايبيتس ميليتس اللي عندهم سكر، او اللي عندهم سكر فاجر. يعني ايه سكر فاجر؟ يعني ضربات قلب غير منتظمه بتحصل نتيجه تمدد الجسم الاسر اللي هو الاذن الايسر، فبالتالي بيحصل في تجلطات جوه القلب لان الحته ما بتتحركش، مع ضربات القلب انه يحصل ثورنج، يعني حته ضربات صغيره تشوف على المخ فتقوم مسببه الجلطات دي اسمها اسر فايبرين. طب ايه التشخيصات اللي انا عاملها للمريض ده؟ عشان اشخصه اعمل له سي تي برين، اعمل له اشعه مقطعيه او ام اي جوه الرنين. هنتكلم عن الكورونا ارت او مشاكل الطريان الكبير. عندي مشاكل الطريان الكبير دي انواع، عندي ستيلي انجينا يعني جرحى مستقرة، او انا ستيلي انجينا يعني جرحى غير مستقرة، او عندي ما يقال بما يقال بما يقال بما يقال. طب ايه السيمبتومز والساينز العين اللي ممكن يجي بيها؟ العين بيجي بسيت كلين او بتستنفر راديتنج الشولدر او الارم او الباك او النص او الكلين. معاه تاني حاجة سوزن كومبريت، تالت حاجة انجيزيا وميديا وبومبنج وبالبيتيشن. يعني العين ده بيجي بوجع في صدره عادة، وفي بريكوردن يعني الصدر كله من الشمال بيسمع في الكتف او الذراع عادة من الشمال، او الظهر من ورا، او اللعبة، او في الفك، ويكون معاه شرط شفك، وهو عادة كمان لبس وتجميع وضربات. طب ايه هي اسباب بقى الكورونا الارض؟ هو نفس الفكرة، ده عنده اكسسبلوز بس على مستوى الكورة الجزئية، ده اللي كان عنده على مستوى الانترنال درجة ان هو دايما بيجي جلطة في المخ، بيجي جلطة على مستوى الارض، يعني العينين اللي عندهم هاي بلاد بريشر او سموكينج او اوبيستي او هاي بلاد بريشر.